العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأه. العقل نور وأنت معناه والكون سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روايات متعددة أكو بأن الحج المستحب أفضل من الصدقة. نعم، أحيانا أكو فد موارد خاصة بالنسبة للصدقة، من أجل أن الذي يعطيه الصدقة لفضيلته بالعلم بالتقوى، من ذلك الباب. ولا رواية خاصة أكو، قال للإمام عليه السلام أكثر من رواية: أنا ما أروح للحج، فلوس الحج كلها أنطي صدقة. الإمام قال له: هل في صدقتك أكو طواف؟ هل في الصدقة أكو منى، عرفات، ما أدري كذا؟ اللي ظاهر ذلك أن الصدقة حتى بكل مبلغ الحج لا يصل ثوابها إلى ثواب الحج، يعني بما هو. أما هذا لا ينافي أن يكون هناك مزاحم أهم من جهة أخرى. السؤال حول تعريف التصديق وتصور في المنطق، فالجواب على أنه إن كان الإنسان مثلا عالما بأن الشمس موجودة، فهذا تصور. أما إذا علم بأن الشمس تطلع في النهار وتضيء العالم، فهذه جملة وهو تصديق. خورشید در روز میتابه، این میشه جمله، وقت میشه تصدیق. السؤال حول شمول حديث لا تعاد الى بعض الموارد. بله بله، كشموله على السجود على المتنجس. الجواب أن حديث لا تعاد تشمل جميع الموارد. فلا تعاد تشمل جميع المواطن ولا أشكال فيها. أما إن كان هناك دليل خاص ف يكون أخص من لا تعاد، وفي بعض من الشرائط هناك دليل خاص مقدم على حديث لا تعاد. أما أجر يجي دليل خاص وهو أخص من لا تعاد، بعضها دليل خاص داره للشرائط، بعضها دليل خاص داره. فإن كان الإخلال في نفس الركن فلا يشمل لا تعاد، فلا تعاد لا يشمل المقام كالإخلال في نفس السجود. أما الإخلال في الشروط إن لم يكن هناك دليل خاص فلا تعاد يشمل المقام ولا مانع من ذلك. المشروط عدم عند عدم شرطه إلا بالموارد لا تعاد، استثناء دي لا تعاد. السؤال على أنه السجدة التي أخلل الإنسان في شرائط ركنيتها، فهل تشملها حديث لا تعاد أو لا؟ الجواب: إن كان الإخلال في نفس
الركنية نعم، وأما الإخلال في الشرائط والأجزاء فلا مانع من شموله لا تعاد لهذه الموارد إلا ما كان هناك دليل خاص، كأن لم يسجد الإنسان أصلا ولم يركع الإنسان أصلا، لا أنه ركع أو سجد ولكن كان هناك إخلال في سجوده وركوعه. استثناء شده مثل ركوع السجود، يعني اثر ركوع نكرد، لان که ركوع كرد ركوع اي که شرط نداره از اون باب شرعا ليس بركوع، معصود ركوع السجود شرعي بما هو ركوع لا شرط ركوع. فان سجد الانسان ولم يجعل العظم السبعة على الأرض، فهل لا يشمله لا تعاد؟ نعم لا تعاد يشمله. أي لم يجعل مواضع الستة دون الجبهة فلا يقال بأن الصلاة باطلة، فعموم لا تعاد يشمله إلا أن لم يكن ذلك الشيء سجودا أو ركوعا فلا يشمله لا تعاد، لا من باب فقدان الشر. والظاهر من جعل لا تعاد في هذه الموارد عموم ميجره ما قال إنك سجود نباشة ركوع نباشة نا أسباب إنك فقدان الشرط ركوع نيس ظاهرش اومده که بگه اینا اشکال نداره، یعنی نماز باطل نی. بله بله بدون احرام وارد مکه شده. السؤال حول البعض من الحجاج دخلوا مكة من دون الإحرام، فما ما حكم إحرامهم وحجهم؟ الجواب على أنه إن دخلوا مكة من دون إحرام وكانوا معذورين في ذلك فلا أشكال فيه، أما إن دخلوا عامدين ومن دون عذر فقد جاءوا بالحرام. ومن ثم إذا دخلوا مكة وكانوا معذورين دخلوا مكة من دون إحرام فيذهبوا إلى مسجد التنعيم ويحرموا من هناك. عليك إنا بدون إحرام وارد مكة مكرمة شدن بخاطر عذري كدشتن قال نداره برن معهم مسجد التنعيم همون جا إحرام ببندن و أعمال أنجام بدن. السؤال حول من دخل الصلاة ولم يدخل في الوقت وجاء بالسلام وسلم من الصلاة فأخبر بعن أنه قد دخل الوقت الآن، فما حكم صلاته؟ الجواب على أنه هذا كله في فرض عدم العلم بدخول الوقت، ثم أخبر أو علم بأنه داخل بوده در جایی که به حساب اینکه وقت داخل شده شروع کرده نماز را، علم بأن جاء بالصلاة خارج الوقت كاملا فصلاة باطل، أما إن كان في التشهد ولو الجزء الأخير من التشهد فصلاته صحيحة لورود الدليل الخاص، أما إن كان التشهد قد فرغ منها ولم يسلم ولو جزء اخير تشهد وقت داخل شده بود نماز دليل خاص داره، فان لم ياتي بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فصلاته باطله.
اگر سلام نداده، اگر اون سلام بناء على عدم آخر رو نداده، على ان السلام الاخير لم يكن يعني واجبا وقال السلام الثاني، السلام عليكم و نگفته وقت داخل شد، اما بناء على ان السلام الاخير واجب فصلاته صحيح صحيحة. فحسب اختلاف الفتاوى تختلف الموارد. لا نمازش باطله، اما اگر سلام آخر را هنوز نداده بنابر اینکه سلام آخر واجبه. والوقت من الشروط الواقعية، فإن علم بعد الصلاة بأن جميع الصلاة حتى السلام التسليم الواجب كان قبل دخول الوقت ولم يدرك الوقت فصلاته باطلة ولا شروط واقعية. اگه بعد نماز يقين كرد كل نماز وحديث لا تعاد قبل وقت بوده العقد المستثنى شنون دليلي كم يجي در نماز بود في حديث لا تعاد يشمل المقام صحيح. وحتى إذا كان بعد سنوات علم بأنه كان قد صلى عدة من السنوات وصلاته كان قبل دخول الوقت تماما بعد نماز فعليه القضاء. بهر دليلي يقين كرد فلان روز نماز كي خونده نماز قبل وقت شروع شده ووقت داخل نشده مگه بعد سلام نماز، اون نماز قضا گردنش. نعم ايه لا العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في المنجزية والمعذرية سواء، في بعض الفروض أكو اختلاف. لا لا في الظن لا معذرية مطلقة إلا في الموارد المستثنات مثل ركعات الصلاة، مثل أفعال الصلاة على قول وأمثال ذلك، مثل الوقت الظن في القبلة، وبعض قالوا الظن في الوقت أيضا. على كل الظن إن الظن لا يغني من الحق شيء، هذا عام، كل ما استثني الظن فيه حجة. أي ليش لا مس يقول لا هو الارتحال المسألة بالعروة موجودة، وأصور تسالم بين الفقهاء أكو في هذه المسألة أنه إذا خمس ماله عند أرض عند بضاعة عند شيء وبعد ذلك ارتفع القيمة ارتفعت، هذا الارتفاع فائدة فيها الخمس. بل بعض الفقهاء المتأخرين قالوا لا خمس إلا إذا باع وهاي الفائدة صارت فلوس بيده، اللي هذا مو واضح عندي لأنه عنوان الخمس الفائدة، هذا يقول الحمد لله هذا ما بعته واستفدت، تطلق فائدة عليه، إطلاق الفائدة يشمل. السؤال حول الرواية الخاصة أربع مكان أربع بالنسبة إلى الظهر والعصر، فمن أتم العصر ولم ومن ثم علم أنه لم يأتي بالظهر، الجواب على أنه في كتاب في رواية أربع مكان أربع هناك بحث خاص، والظاهر أنه لا أشكال في ذلك بما جاء، ولكن بالنسبة إلى هذه بالنسبة للصلاة الرباعية، أما بالنسبة إلى صلاة الصبح فلا يمكن جريانه. فالموارد التي يشملها رواية أربع المكان أربع فلا أشكال فيها. مواردي كأربع المكان أربع روايات ميجيري أشكال نادر.
بله بله السؤال في الزكاة بالنسبة إلى الذهب والفضة المسكوكين. بل تلون نقلي مسكوكين. أما في ويجب أن يكون معامل على ذلك الشيء. أما بالنسبة إلى الذهب في يومنا هذا المعروف بالسكة والعملات المسكوكة من الذهب فما حكمها في يومنا هذا؟ الجواب على أنه تعرض الفقهاء لهذه المسألة. الروايات ذكرت أن الذهب والفضة يجب أن يكونا مسكوكين، والفقهاء قالوا بأن المسكوكين يجب أن يكونا ثمن ومورد معاملة، لا أن يكون هو مورد مثمن. وفي يومنا هذا المسكوك الذي نراه من الذهب والفضة هو من مثمن لا من الثمن، أي يباع ويشترى نفس المسكوك، لا أن يبيع ويشتري بنفس المسكوك الأشياء. سك مثل زمين وباغو لباس ميمونه که خرید و فروش میشه، خود سکه خرید و فروش میشه، نه با سکه اجناس میخرن. همین این سکه ای که برای مهری زن قرار میدن به عنوان ثمنه، نه مثمنه. مثل پارس مثل زمینی نیست که در مهریه قرار میدن. بله آها، السؤال حول المهر. مهر المرأة لما كان مسكوكا فما حكمه؟ مهر يعني ببنيت إن سيختك سكة في المهر. ظاهر أنه المسكوك في المهر يكون بمعنى الثمن، أما نفس المسكوك بعنوان المثمن يباع ويشترى. في زمن المعصومين عليهم السلام كان المسكوك قضية حقيقية، أما استفادة أن المسكوك الذهب والفضة المسكوكين يجب أن يكون ثمنا معصومين عليهم السلام سكة قضية حقيقية، أما استفادة يجب أن يكون ثمنا مسكوك تلا ونقري مسكوك. أما بالنسبة إلى يومنا هذا فإن المسكوك الذهب يباع ويشترى، لا أن يشترى به الأشياء. يعني سكة تلا وسكة نقرة را علمهم سكة نقرة هم هاسيانا سكة تلا را ميخرن وميفروشن نبا سكة جنس ميخرن. إن بخاطر قدر متيقنة. وبالنسبة إلى المرهم يجعل المسكوك ثمنا وأيضا مثمنا. مهر هم جنس در مهر هم مثمن قرار ميدن هم ثمن. ميجي مهر إن زن انقدر زمین و انقدر تومن یا دینار، وقت به جای تومن و دینار میگه که انقدر سکه میده. چیه؟ میدونم این سکه که قرارش میدن با هیچ چیز خرید و فروش میشه یا نه؟ نه نه آقا. السؤال على أنه بالنسبة إلى المهر لما يدفع المسكوك مسكوك الذهب فإنه في قبال الاستمتاعات التي يؤخذ مثلا من المرأة في مقابل البضعة، وإذن وقع ثمنا وبه الزكاة. الجواب على أنه أصل الثمن أصل المسكوك الذي يجعل مهرا للنساء إنما هو في يكون ثمنا ومثمنا في عين الوقت. والاستمتاعات التي يؤخذ من المرأة
هو في قبال أصل المهر يكون في قبال ذلك، لا نفس المسكوك هذا بعينه، فإنه يبدل بالدينار والفضة، يبدل بالعملات الرائجة في المجتمع. يا دينار ويا زمين، كزمين مثمنة تمن دينار ثمنة. للدليل الخاصة وخ مش اسمش مش مسكي كدر مهر موقت در عقد موقت ميدان مش اسمش مثمن. ففي باب الزكاة هنا الدليل ضيق وعليه ان يكون يكون ثمنا. خلنيش اطلاق دليل نظرت فقط من الفقهاء الذين قالوا بأن المسكوك المثمن. من فقدت عمره از فقهایی که دیدم فرمودن در این وهو المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حاشية العروة، فقال بشموله بالنسبة إلى المسكوك ولو كان مثمنا، ولكن التسالم الكبير على أن المسكوك يجب أن يكون ثمنا، ومع الشك هناك تسالم حتى بالنسبة إلى الفقهاء الذين بل الإجماع المسلم يحتمل المدركي صرح هنا بأن المسكوك يجب أن يكون من الثمن لا المثمن. إجماع مسلم أما احتمال مدركية مده تصريح كان يجمع حجتني أما إنجا قبول كرده. السؤال: في بعض الأحيان يباع ويشترى الذهب مع الفضة والمسكوكة المسكوكين فصار ثمنا ومثمنا، الجواب على أنه من باب الاتفاق كان يباع ويشترى بيت ببيت ومنزل بمنزل وأرض بأرض مثلا. ما جاء الآن نيس كي يخونه ويخونه عواز ميكونه أما خونه مثمنا نسمنا، ولا يوجب هذا الشيء هذه المعاملة كونه المسكوك مسكوك يعني الذهب مثلا ثمنا. فمن يبيع ويشتري الأرض بالأرض والبيت بالبيت فالأرض والبيت مثمن، ولكن في بعض الأحيان يكون ثمنا. فبعض الأحيان وبعض الأوقات لا يكفي كونه مثلا في معاملة أو معاملتين وقعت المعاملة على ذلك، دائما يكون البيت مثمنا، وهكذا بالنسبة إلى الذهب المسكوك في يومنا هذا. قبول قبول أما خونة عادة مثمنة لا ثمنة ولو قاهي ثمن بشه. عرض کردم تو دلیل که نداره سکه معامله، و ذکرت انه لم یأتی الدلیل على ان يكون المسكوك الثمن او المثمن، ولكن هناك تسالم بين الفقهاء. حتی بعضی متأخرینی که عاصرناهم که اصرار دارن که به فهم فقها اعتبار نیست، به اجماع محتمل الاستناد اعتبار نیست، اینجا گفتن زکات نداره. السؤال على انه القضايا كانت بنحو القضايا الحقيقية حتى في زمن المعصوم من عليهم السلام. الجواب نعم، الأصل في القضايا هي الحقيقية، إلا إذا كانت هناك قرينة على كونها قضية خارجية. و تسالم فقهاء برش الظاهرة ذكرت على أنه في يومنا هذا لا يتعامل عادة، وعادة بكون المسكوك
ثمنا بل كونه مثمنا مثل مثمن هاي كي يبر ثمن ميشه خونه رو مقابل خونه. السؤال حول الدعاء في الصلاة يعني؟ الجواب على أنه كل ما كان دعاء في الصلاة في ركوعه وسجوده في قيامه فهو صلاة ولا أشكال فيه. هل في الدعاء ولا يبطل بالصلاة كل نماز قنوت ركوع وسجود أشكال إن دعاء أجي قف اللهم مش دعاء خودش دعاست اصلا. اللهم یعنی خدایا، درخواست از خدا دعاست. نه اون تیکه آخرش اشکال داره در نماز، اگر نه اونجایی که اللهم است اشکال نداره. یعید فی الوضوء یعید فی الغسل لا فلم تدري أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليهما. اي يعني اعتبر بالشك. رواية الزرارة إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. هو غيره هذا الضمير يرجع إلى الوضوء أو إلى جزء الوضوء؟ لا يرجع إلى روايات خاصة أكو معمول بها صحيحة السند ظاهرة الدلالة بأن قاعدة التجاوز مو فراغ، قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. أي روايات خاصة أكو معمول بها. الدعاء طلب من الله والتوسل بأهل البيت عليهم السلام والصدقة، هذه الأمور الثلاثة نافعة في كل مجال وهذا المجال بالخصوص. السؤال حول التفريق بين اللهو واللعب، ما هو الفارق؟ الجواب على أنه هذه الألفاظ المتقاربة قريبا، هناك مصادق مسلمة ومصادق مشكوكة، ما هو الله وما هو اللعب ففي مصادق مسلمة أن فلان شيء يكون لهوا وذلك لعبا، أما المصادق المشكوكة كباقي الأمور الخارجية هل هذا الماء مطلق أو مضاف؟ هذه الألفاظ المترادفة قريبان والمختلفة مواردان، على كل بالنتيجة أكو بها مصادق مسلمة أكو بها مصادق مشكوكة. هسه شنو الله وشنو اللعب؟ مصادق مسلمة أكو فلان شي له فلان شي لعب، أكو مصادق هم مشكوكة مثل بقية الموضوعات الخارجية. هل هذا الماء مطلق أو ماء مضاف؟ إقلاص ماء خلوا به حبات صغيرة من السكر، هذا مطلق بل. إذا هواي سكر خلوا به هذا يصير مضاف. إذا فد مقدار خلوا سكر به اللي يشك في أنه مضاف أو أوضح المفاهيم، وهو الماء قد يشك في أنه مطلق أو مضاف. وصلى الله على محمد وعلى آله. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأه. يا قاسم النار والجنان غدا أشتم له ومنجه. أنت ملاذ الله.
خلقي أشبه أنت الولي.